وعودة مرة أخرى إلى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ومراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، بعد التحية، يعني ضعنا في صورة الأجواء لديك بشأن أولى جلسات الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب. نعم ميرفت ويوسف، تحية لكم. بالفعل أنا في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب حيث تتواصل جلسة الحوار الوطني اليوم في يومها الأول، وأصبح يوم الخامس من يوليو من عام 2022 يوما يشهد له التاريخ، كما ذكرت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب التي اقتبس منها هذه الكلمات، وقالت أنه التاريخ سيشهد أن الأكاديمية الوطنية للتدريب احتضنت بين جدرانها هذا الحوار الوطني الذي يقام بدعوة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلال الجلسة الافتتاحية المستشار محمود فوزي قام بعرض جهود الأمانة العامة للحوار الوطني منذ انطلاقه في 26 من أبريل الماضي، وذكر أنه كانت هناك زيارات لأكثر من 25 حزبا للأكاديمية الوطنية، هذا فضلا عن تدشين موقع إلكتروني خصيصا لهذا الحوار الوطني سجل فيه أكثر من 96 ألف شخص على مستوى محافظات الجمهورية جميعا 27 محافظة، وكان طبعا أكثرها هي محافظة القاهرة. أيضا الأستاذ ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أكد أن جميع جلسات الحوار الوطني سوف تكون معلنة للجمهور، وتم أيضا خلال تدشين موقع إلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي لإذاعة هذه الجلسات، جلسات الحوار الوطني للجمهور جميعا. وذكرت أيضا الدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتلفيز أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أن الأكاديمية تلتزم الحياد تماما في معالجة واستضافة هذه الجلسات، جلسات الحوار الوطني. أشير أيضا ميرفت إلى نقطة مهمة جدا، إلى أن هناك العديد من وسائل الإعلام الأجنبية التي تقوم بتغطية هذا الحدث المهم والأكثر أهمية هنا في مصر، هذا فضلا بالطبع عن وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية. هناك العديد من المراسلين الأجانب والشبكات الإعلامية والدولية التي تقوم بتغطية هذا الحدث جنبا إلى جنب مع وسائل الإعلام المحلية. نعم. المستشار محمود فوزي ذكر أيضا أن هذا الحوار الوطني مقسم لثلاث محاور رئيسية، هي المحور السياسي والمحور المجتمعي والمحور الاقتصادي. نعم. وهذه المحاور أيضا مقسمة إلى بنود عدة مختلفة يتم خلالها مناقشة هذه المحاور جميعا مع مختلف القوى السياسية. أذكر أن الآن تتواصل الجلسة الأولى من جلسات الحوار الوطني بمشاركة 19 عضوا من مجلس أمناء الحوار الوطني، وهو عدد مجلس أمناء الحوار الوطني الذي تم تشكيلهم على مدى 20 يوما ونتابعه، وبعد قليل يتم عقد مؤتمر صحفي يتم الإعلان فيه عن مخرجات اليوم الأول للحوار الوطني، نتابعه معكم لحظة. نعم. بلحظة عبر الصوت والصورة. إليك بالطبع. بشكرك فيستو. شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني، كنت معنا من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.